بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من اخبار اون تايم. النهارده طبعا هيكون معانا احداث وتفاصيل كتير جدا عن اولمبياد باريس 2024. هنتكلم عن كل ابطالنا المصريين الموجودين في بعثتنا المصريه، كمان معانا اخبار محليه كتير عن الجوله اللي هتكون موجوده في الاسبوع الحالي ال 32 في دوري نايل. بكل تاكيد هيكون عندنا اخبار عن استعدادات الانديه العالميه للموسم القادم، تفاصيل كتير معانا النهارده. ولكن بدايتنا باهم العناوين. استراليا تتصدر جدول الميداليات بعد نهاية منافسات اليوم الأول بأولمبياد باريس 2024. المنتخب الأولمبي يتوجه لمدينة بوردو استعدادا لمواجهة إسبانيا. الأهلي يدخل معسكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل. مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين خلال ساعات. قبل ما نروح للأخبار وتفاصيل الحلقات، عايزين نتكلم معاكم بكل تأكيد عن حدث مهم جدا موجود في بلدنا، هو مهرجان العالمين. لسه الاستمتاع مكمل، والناس كلها بتفاجأ كل يوم بفعاليات جديدة في مهرجان العالمين 2024 اللي بتنظمه بكل تأكيد الشركة المتحدة. تم تنظيم عروض وسباقات للهجن خلال مسيرة كبيرة من الجمال بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات العالمية واتحاد الهجن، بمشاركة عدد كبير من المحافظات، وخاصة أكيد بمحافظة مرسى مطروح، وعدد من 150 ل 100 مشارك، أكثر من 70 مطية. والمطية دي يا جماعة هي الإبل المخصصة للسباق في مسار يمتد ل 3 كيلو. مهرجان هيكون في كل الأنشطة، رياضات مختلفة، في بعض الرياضات مش كل الناس بتشوفها، مش كل الناس عارفاها، ولكن الهجن من الرياضات المشهورة جدا ومعروفة جدا. هيبدأ سباق في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وتنتهي في منطقة الترفيهية الشاطئية الخاصة بمهرجان العالمين. يأتي اهتمام مهرجان العالمين الجديد برياضة الهجن بعد الإنجازات اللي حققتها في المشاركة المصرية متميزة على مستوى العربي والأفريقي والدولي خلال الفترة الماضية. زي ما احنا عارفين ان مهرجان العالمين الجديد بيتم تنظيمه في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرة وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية اللي موجودة وشهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بالكامل. اللي كان بيروح العالمين زمان وكان بيعدي في المنطقة دي كانت منطقة، بيقولوا المنطقة دي صعبة، العربيته كانت تعطل في الحتة دي كان يخاف. دلوقتي روح اتفرج على الابهار اللي موجود، سواء بصوا يا جماعه العمران عاملين ازاي، بصوا الابراج عاملين ازاي، بصوا كم الناس اللي بقت موجوده، السكنات عامله ازاي، الشاليهات، الفلل، الشقق، الفنادق، بقى موجود، بقى مكان يستقطب والناس تحب تجيله ويجذب كل المصريين وكمان السياحه سواء العربيه او الاوروبيه. الناس عايزه تروح تستمتع بالشمس الموجودة في وطننا الحبيبة، بالمنظر الجميل ده، بالبحر النقي الصافي الحلو جدا. طبعا بكل تأكيد دور قوي جدا، وده تأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير كل شيء موجود في الدولة. بكل تأكيد الدولة بتتطور في أكتر من مجال، وده جزء منها الشركة المتحدة بتبين دور القوى الناعمة اللي هي تبرز بقى الجمال اللي موجود ده، من طرق لمباني لعمران لتنظيم محترم جدا، كل حاجة جيدة تدعو للاستمتاع موجودة في مهرجان العالمين. مهرجان العالمين موجود ومكمل لحد 30/8. هتلاقوا مفاجآت كتير، سواء مفاجآت من حفلات فنية، سواء مفاجآت من حاجات رياضية، أكتر من مناسبة رياضية. شفنا الأسبوع الماضي، شفنا في الويك إند اللي فات نجوم الكرة المصرية بقى من الأهلي والزمالك ومن أندية أخرى بيتنافسوا بشكل جميل جدا. شفنا تامر حسني من كام يوم موجود في مهرجان العالمين بحفلة كبيرة جدا. الأيام اللي جاية في حفلات كتير
لكل النجوم اللي الناس بتحبهم. مهرجان نبتة اللي بدأ يتم الإعلان عن أول يوم هيكون في يوم 16، والأطفال متحمسة تروح تشوف النجوم اللي هيكونوا موجودين، أستاذة سوسن بدر وأستاذ أحمد أمين وجويش هيكون موجود كمان، والفنان الصاعد حاتم صلاح. تفاصيل كتير جدا موجودة في مهرجان العالمين، هدفه في الأول وفي الآخر إن المواطن يستمتع ويروح يشوف بلده الجميلة بقت عاملة إزاي، وكمان يشوف بقى الأخواتنا العرب بيروحوا ويزوروا ويكونوا سعداء كمان السياح اللي جايين من دول أجنبية. خلينا دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن العالمين وأهم الأحداث اللي موجودة نروح نتابع باريس وأولمبياد باريس. طبعا تابعنا كلنا الأولمبياد من أول دقيقة من حفل الافتتاح اللي كان قوي جدا، وشفنا شكل مختلف غير العادة في أولمبياد باريس، وبدأ على طول المنافسات، وبعد أول يوم في منافسات بدأت البعثات المشاركة في حصد الميداليات، ونجحت 20 بعثة في تحقيق الميداليات. تعالوا نشوف بقى ونتعرف كده مع بعض على المنافسات كانت عاملة ازاي. بعثة استراليا فاجأت الجميع، تصدرت الترتيب في أول يوم بتحقيق 3 ميداليات ذهب واثنين فضة. طبعا الثلاث ميداليات ذهب دول من أهم الحاجات، الذهب دايما في العدد وفي الترتيب بيفرق بكل شكل من الأشكال. السباحة كان ليها فضل كبير بعد ما تألق لاعبي ولاعبات أستراليا وحصدوا 2 ذهب و2 فضة من السباحة. في المركز الثاني الصين اللي حققت ميداليتين ذهب وبرونزية. بعد كده في 8 دول حققوا ذهبية واحدة، هم أمريكا وفرنسا، كوريا الجنوبية، بلجيكا واليابان، وكازاخستان، ألمانيا وهونج كونج. الترتيب بيكون بأفضلية الميداليات، وأنهي ميداليات؟ الذهبية. لما بيحصل تساوي في عدد الميداليات الذهبية بنشوف مين جاب أكتر في ميداليات الفضية. طب لو حصل تساوي في الفضية بنروح نلجأ لعدد الميداليات البرونزية. كمان على الصعيد العربي والأفريقي ظهر تونس في المركز 13 بميدالية فضية، وجنوب أفريقيا في المركز 17 بميدالية برونزية. إن شاء الله خلال الأيام القادمة مصر تكون موجودة في الدول اللي حصدت ميداليات، ونتمنى ميداليات تكون ميداليات ذهبية. هرجع وأقول إن تواجد أي لاعب في الأولمبياد ده شرف وإنجاز كبير جدا، عشان في ناس فاهمة إن اللي هيروح ما يحققش ميدالية ذهب أو برونزية أو فضية ده فشل. في فرق بين الإخفاق في لقاء أو في ماتش أو في بطولة، في فرق بين إن أنت مش ناجح، في فرق إن أنت ما تستحقش. إنك توصل الأولمبياد ده نجاح كبير جدا، إنك تجمع أرقام وإحصائيات وتكسب في تصفيات عشان توصل الأولمبياد ده في حد ذاتها يدل إن هو رياضي قوي. لما نشوف 50 لاعب بيتنافسوا في الأولمبياد دول أحسن 50 لاعب في اللعبة دي، مش أحسن 50 لاعب مش في محافظة، مش في شارع، مش في نادي، أحسن 50 لاعب في العالم، العالم كله دول أحسن 50 بيتنافسوا. فتواجد أي لاعب أكيد إنجاز كبير، ولكن كل اللي احنا بنطلبه لكل لاعبتنا تبذل اقصى جهد عندها، تركز وتصدق ان هم يقدروا ان شاء الله يرجعوا لنا ميداليات ذهبيه. اقيمت امبارح الجوله الثانيه في منافسات كره القدم. تعالوا نستعرض كده ابرز النتائج في منافسات كره القدم. اهم نتيجه كانت بالنسبه لنا كلنا اللي ريحتنا، مصر بتفوز على اوزبكستان بهدف لا شيء، فوز مهم جدا هنتكلم عن تفاصيله بكل تاكيد مع بعض بعد قليل. اسبانيا فازت على الدومينيكان 3-1، ده في مجموعه منتخب مصر. ثم بقى المجموعه اللي اشتعلت، ارجنتين بتفوز على العراق 3-1، واوكرانيا بتفوز على المغرب في مفاجاه كبيره جدا وهي منقوصه العدد 2-1. امريكا بتفوز على نيوزيلندا 4-1، فرنسا بتفوز 1-0 على غينيا، اليابان بتفوز 1-0 على منتخب مالي. نتائج مهمة وفي لقاءات كانت قوية جدا جدا جدا، ولكن اللي يهمنا هو منتخبنا واستعدادات منتخبنا لمواجهة إسبانيا يوم الثلاث المقبل. في ختام دور المجموعات بنستعد بمجهود كبير جدا، منتخبنا الأولمبي بيستعد بكل ما أوتي من قوة علشان يفوز في اللقاء. عجبني جدا فكر المدرب وفكر اللاعبين اللي هم عاوزين يفوزوا في اللقاء القادم علشان يكونوا هم متصدرين المجموعة. بكل تأكيد منتخبنا هيستعيد لاعب محمود صابر لاعب بيراميدز بعد عودته من الإيقاف لمدة مباراتين ليغيب عن لقاء دومينيكان وأوزبكستان، وتتوجه بعثة منتخبنا اليوم إلى مدينة بوردو استعدادا لمواجهة الحاسمة مع إسبانيا. يحتاج المنتخب لنقطة من أجل الصعود، وصيف
أو الفوز والصعود متصدر عن مجموعة، وارتفع مستوى الفني منتخبنا أمام أوزبكستان عكس المباراة الأولى. من أنا شايف المباراة الأولى ما كناش بالسوء ده برضو، يعني في اللقاء الأول أمام الدومينيكان أهدرنا أكتر من كورة وضيعنا فرص كتير جدا جدا جدا، ولكن ما قدرناش نسجل كورة عندتنا شوية. اللقاء التاني لعبتنا صدقت إنها تقدر تفوز، كوكا بيسجل هدف الفوز لمنتخبنا الوطني وبناخد أول 3 نقاط ليصبح رصيد منتخبنا الأولمبي 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية. طب في نفس المجموعة نجح منتخب أسبانيا في تحقيق فوز مهم جدا على الدومينيكان، ده نتيجة 3-1. الفوز ده بيؤهل وبيضمن لمنتخب أسبانيا التأهل إلى دور الثمانية قبل مواجهة منتخبنا المصري الثالثة، و تأهل بغض النظر عن نتيجة في مباراته مع منتخب مصر صاحب 4 نقاط. لو مصر فازت تصعد أول وهم تاني، عشان كده 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 منتخب أسبانيا ضمن التأهل والصعود. يهمنا منتخب مصر يعمل اللي عليه في اللقاء القادم، نبذل أقصى جهد عندنا ونقدر على فكرة نعمل نتيجة إيجابية ونقدر نفوز بكل تأكيد. منتخبنا عنده إمكانيات جيدة، واللعيبة اللي موجودة الشباب عندهم عقلية جيدة وعندهم إمكانيات محترمة جدا، بعارفين قيمة تيشيرت منتخب مصر وهدفهم ان هم يفوزوا بميدالية. كمان العناصر الكبيرة اللي موجودة زي النني او زيزو الاثنين ما بيبخلوش بأي مجهود، وانا هنا سعيد جدا اللي بقول النني اللي الناس قبل البطولة قبل الاولمبياد كانت واخدة الموضوع از كوميك، واخدة الموضوع هزار، وميكالي واخد النني وليه، والنني بقاله فترة وكلام كان سخيف بصراحة، بصراحة كان كلام أبسط وصف أقدر أقوله عليه كان سخيف. إنني ما عرضش على حد، ما عملش أي حاجة، ما نزلش ستوري بيضحك، ما نزلش بوست قال حسب ونعم الوكيل، ما عملش أي حاجة، مع إن الكلام أكيد كله كان بيوصل له. إنني نزل في الملعب سكت كل الناس، إنني قائد بمعنى الكلمة، إنني داخل الملعب مقاتل شرس، بيقطع الكورة، بيبني هجمات. يمكن من أهم الفرص اللي منتخب مصر اهدرها في الماتش الاولاني كانت تسديده من مسافه بعيده جدا لمحمد النني. محمد النني اللي بذل مجهود شرس جدا طوال اللقاءين، موجود في كل مكان، بيقطع وبيبني، بيعمل لونج بول محترم جدا، موجود في اكتر من مكان. النني مثال وقدوه للجيل اللي معاه في الاولمبياد، لعيب من اول على فكره ما راح ارسنال في ناس بتبدا تهزر وتقول كلام مش لطيف، راجل بيشتغل وبيتمرن بيعمل اللي عليه وخلاص، لحد ما مشي من أرسنال وكل المديرين الفنيين اللي جم قالوا الراجل ده عنده كفاءة عالية، بيتمرن ويشتغل وبس، ما بيفكرش في أي حاجة تانية. ده اللي عمله مع منتخب مصر في الأولمبياد، ده من أفضل اللعيبة اللي ارتدت شارب منتخب مصر في الأولمبياد. اللعيب نازل عارف قيمة منتخب مصر، بيبذل كل قوة عنده، بيجري على كل كورة، بالبلدي كده بالبلدي بيمرمط نفسه في الملعب، يعني بيحسسك ان هو اول مره يلعب في اولمبيا، بيحسسك ان هو اول مره يكون موجود مع منتخب مصر، بيدي مثال للعيبه اللي لسه بدري، بيتكلم مع اللعيبه دايما في الملعب، بيوجه وبيدي تعليمات وبيقطع كور وبيبني كور وبيسدد وبيتالق. النني كان يستاهل يكون موجود في الاولمبياد، وبيسكت الجميع علشان يتفرج على النني بشكل قوي جدا. كل التحيه لمحمد النني من كباتن منتخب مصر. المجموعه الثانيه بقت متشابكه بعد خسارة المغرب من أوكرانيا. الأربع منتخبات بيمتلك كل منهم 3 نقاط. الأربعة أوكرانيا والمغرب والعراق والأرجنتين كل منتخب معاه 3 نقاط. المباراة اللي جاية المغرب هتواجه العراق والأرجنتين هتلعب ضد أوكرانيا، اللي هيفوز هيتأهل لدور الثمانية. يعني المنتخبين اللي هيفوزوا هيتأهلوا لدور الثمانية، إلا بقى لو بدأ يكون في تعادل أو في تعادلات بين الفرقتين هيبدأ بقى يروحوا للأهداف، ومتهيألي الأهداف مش هتكون في صالح المنتخبات العربية. يختتم منتخب مصر لكرة اليد تدريباته مساء اليوم استعداد لمواجهة صعبة ومرتقبة، مواجهة من المواجهات اللي احنا اعتدنا عليها، مواجهة الدنمارك. الدنمارك اللي بيعتبر هو أقوى منتخب موجود في أي بطولة بيكون موجود فيها يعني، واللي نجح امبارح في تحقيق فوز على صاحب الأرض على فرنسا، ما حطوش أي اعتبار إن هم أصحاب الأرض وفازوا عليهم بنتيجة كبيرة 37-29، نتيجة كبيرة كنتيجة افتتاحية كأول مباراة ليهم في الجولة الأولى في أولمبياد باريس. كرر طبعا باستور مشاهدة مباراة فرنسا مع الدنمارك عن طريق الفيديو لأكثر من مرة لدراسة
القوة والضعف عند منتخب الدنمارك ويخوض منتخب مصر مباراته غدا أمام منتخب الدنمارك بعدما حقق منتخبنا فوز غالي جدا ومهم جدا على منتخب أيضا من المنتخبات القوية مصنفة في كرة اليد منتخب المجر. قدرنا نفوز بنتيجة 35-32 بعد أداء كان قوي جدا 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 من منتخبنا أمام منتخب المجر. ويتواجد مع منتخب مصر في المجموعة كل من الدنمارك وفرنسا والمجر والنرويج والأرجنتين. إن شاء الله منتخبنا قادر على الصعود، مش بس الصعود، منتخب اليد دائما وأبدا من المنتخبات اللي بنقول إن شاء الله يرجع بميدالية أولمبية. عقد الدكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة مع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جلسة مع دكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على إحالة أزمة يمنى عياد بطلتنا في الملاكمة للجنة الطبية وبعثة مصر لدراسة الموقف وإصدار النتيجة النهائية. من المنتظر أن تتولى اللجنة الطبية لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بإعداد تقرير طبي عن حالة اللاعبة وكشف سبب زيادة الوزن المفاجئ اللي حصل في أقل من 8 أو 10 ساعات، وده كان سبب استبعادها من المشاركة في منافسات الملاكمة. ده قرار مهم جدا جدا جدا، وكان في المواقف دي المفروض ما يكونش فيه بيانات أو كلام أو أي تفسير لحد ما يكون فيه تفسير علمي واضح ممنطق، علشان بقاش في حد غبي، بقاش في حد مش عارف، ما بقاش في حد ما يعملش سيرش ويقرأ ويفهم وإزاي ده حصل وليه، والناس تبدأ تسأل هل حدث خطأ؟ ممكن آه ممكن لأ، ممكن آه ممكن لأ، ممكن يطلع في تحقيق أو اللجنة الطبية تقول إن حصل خطأ طبي في حاجة معينة. كل حاجة وارد يحصل فيها أخطاء. حفل الافتتاح اللي اتكلمنا عليها في فرنسا الأولمبياد كان فيها خطأ، كوريا اتنادى اسمها غلط وحصل اعتذار، وهنتكلم في التفاصيل دي مع بعض النهاردة، ولكن إن شاء الله يكون الموضوع درس نتعلم منه واللعيبة تتعلم منه القادمين. اعتذر بقى زياد سيسي لاعب منتخب مصر للسلاح السيف المصنف الأول عالميا لجماهير مصر بالكامل بعد خسارة الميدالية الأولمبية في منافسات باريس وتحقيق المركز الرابع. زياد الناس كلها كانت متعاطفة معاه بشكل كبير جدا. زياد قال: كنت أتمنى تحقيق حلم والدي ربنا يرحمه وحلم والدتي اللي بذلوا معايا الاثنين جهد كبير جدا في مشواري، قال: لعبت سنوات عديدة من أجل تحقيق حلم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. قال: كنت أتمنى تحقيق ميدالية أولمبية لكن لم يكن هناك نصيب وفقدت التركيز في الأدوار النهائية، هو ده سبب الخسارة. وقال: الموضوع كان صعب عليا جدا، مش من السهل نتواجد في البطولة وشارك فيها ووصل المكان ده، ولكن قال: حصل تشتت ذهني في النهائيات وحاولت العودة لكن قدر الله وما شاء فعل. بيعتذر للجماهير المصرية، قال: أعتذر للجماهير المصرية، كنت أتمنى أن أرفع رأسكم وأرفع علم بلدي في باريس. طبعا الناس تعاطفت معاه جدا، هو من اللعيبة المصنفة ومصنف الأول عالميا، خسارة كانت على إيد الأول في النصف النهائي التونسي ثم في المركز الثالث والرابع، حصل هزيمة فقد تركيزه بشكل كبير. نتمنى لي التوفيق فيما هو قادم، وده اللي احنا بنتكلم عليه، بطل ومصنف الأول، حصل تشتت بسيط في التركيز ما قدرش يكمل، هل ده يعني اللي هو كرياضي مش في أفضل الحالات؟ هو أحسن لاعب في لعبته، ولكن هارد لك لزياد وإن شاء الله القادم يكون أفضل. خلينا نروح لمنتخب كرة الطائرة، ويواصل منتخب كرة الطائرة تدريباته مساء اليوم بقيادة فرناندو مونزو استعدادا لمواجهة منتخب إيطاليا مقرر ليها يوم الثلاثاء المقبل في تاني مواجهات منتخب بدورة الألعاب الأولمبية. خسر منتخبنا في اللقاء الأول منتخب بولندا أمس بنتيجة 3 أشواط نظيفة، جاءت نتائج ب 25-21 25-19، آخر شوط هو لنتيجته ما كانتش جيدة خالص 25-13. من المنتظر أن يعالج منذ الأخطاء اللي ارتكبها اللاعبين أمس في مباراة بولندا وصيف العالم من أجل تحقيق نتيجة أفضل أمام منتخب الإيطالي القوي اللي بيتهاجم مع منتخب مصر في المجموعة كل من إيطاليا البرازيل بولندا. حققت إيطاليا الفوز على البرازيل في أولى مبارياتها بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد. أكيد بنتمنى التوفيق لمنتخب الطائرة أيضا من المنتخبات اللي بيمتلك عناصر جيدة. خلينا نروح لمنافسات كرة القدم سيدات. يمكن من كام يوم
كان في كلام كتير وحضراتكم عارفينه وتابعته معانا وتابعناه معاكم بين كندا ونيوزيلندا لما كندا كسبت 2-1، ولكن كان في قرارات من الاتحاد الكندي ومن اللجنة الأولمبية الكندية إن مدربة كان في طيارة تجسس هي المسؤولة عنها رغم إن هم قدروا يفوزوا، دي عقوبات داخلية. ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عقوبات قاسية جدا ضد منتخب كندا بسبب التجسس بطائرات بدون طيار على منتخب نيوزيلندا. الموضوع اتطور جدا جدا خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد ما تم القبض على 2 من المدربين المساعدين باستخدام طائرات بدون طيار، طائرات للتجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا قبل مباراتهم الافتتاحية يوم الأربعاء اللي فات. قدم الاتحاد الكندي اعتذار، مباراة اتلعبت وفاز منتخب كندا 2-1، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر عقوبات قوية جدا وأقر عقوبات قوية جدا على الاتحاد الكندي ومنتخب السيدات، وأولها خصم 6 نقاط من منتخب كندا في بطولة كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس. يعني المنتخب الكندي اللي كان عنده 3 نقاط أصبح عنده ناقص 3 نقاط. كمان فيفا قررت إيقاف 3 من الجهاز الفني لمدة سنة، وهم مدربة الفريق ومساعدة المدربة وكمان محلل الأداء لتورطهم في التجسس، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200,000 فرنك سويسري على الاتحاد الكندي لكرة القدم. بصراحة قرارات حازمة وحاسمة جدا من الفيفا، وفيفا ضرب بيد من حديد تحديدا في الموقف ده. طبعا المدربة بيفرلي بريستمان قادت كندا إلى تحقيق اللقب الأولمبي والميدالية الذهبية في طوكيو 2020، لكن ده ما شفعش ليها لما غلطت هي ومساعديها وتورطت في التجسس واتمنعوا من ممارسة أي نشاط تابع لكرة القدم لمدة سنة وفقا للقانون من حق المدربين الموقوفين. والاتحاد الكندي الطعن في العقوبات أمام المحكمة الأولمبية الخاصة بالتحكيم الرياضي في باريس، واللي تم إنشائها لجلسات الاستماع والحكم العاجل في الألعاب الأولمبية. يمكن ده قرار مهم جدا وقوي، وفي مش بس حزم للمنتخب الكندي وتهديد لأي حد بيفكر يعمل ده. سمعنا عنها كتير وشفناها كتير في أفريقيا، ونشوف العجب في أفريقيا. منتخب مصر في أكثر من بطولة أفريقية تحديدا النسخة الماضية واللي قبلها يقولك وقفنا التدريب عشان شفنا طيارة أو درون أو 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 حوالين الملعب، وده كان بيعدي عادي، ما كانش بيحصل حاجة، ما كانش بياخد إجراءات، ما كانش فيه إجراءات بتحصل. لما الفيفا أخدت إجراء ده هيكون بمثابة تهديد وردع لأي حد بيفكر يعمل ده خلال اللقاءات القادمة. دايما في كل رياضة وكل لعبة في منتخب بيخطف الأنظار، ولكن دائما وأبدا كرة السلة في أمريكا هو منتخب الأحلام. ونروح لفريق كرة السلة، منتخب كرة السلة الأمريكية اللي الكل منتظر ظهوره في الأولمبياد، وأجرى المنتخب الأمريكي تدريباته الأخيرة امبارح استعدادا لمباراة الافتتاحية ضد صربيا الساعة 6:15 مساء اليوم في أولمبياد باريس 2024. طبعا الفريق الأمريكي مدجج بالنجوم وبيدافع عن الميدالية الذهبية الأولمبية، وظهر نجمه الكبير الأسطورة طبعا ليبرون جيمس وهو رافع علم أمريكا في حفل افتتاح، وأكد أنه سعيد لمشاركة في حفل افتتاح وأنه بيمثل بلده في أولمبياد. لاعبي أمريكا واضح عليهم التركيز، عاوزين يقدموا بطولة قوية كعادتهم في اللعبة المفضلة بالنسبة لهم علشان يحققوا ميدالية ذهبية. وأكيد هنتابع لعبة كرة السلة، لعبة العمالقة اللي هتكون مميزة جدا ودائما بتكون مميزة صراحة في الأولمبياد، والسنة دي تكون مختلفة بكل تأكيد في فرنسا. طب خلونا دلوقتي نطلع لفاصل سريع نرجع نكمل أخبارنا. استنونا. بنرحب بحضراتكم من جديد، ودائما وأبدا بيكون كده معانا زملائنا بقى موجودين في العالمين، والنهارده هيكون معانا زميلنا العزيز محمد طه. يا طه اهلا بيك ومنورني، ومتابع بقى كل الرسائل اللي بتبعتها لنا وتعملها لنا من العالمين، وفي احداث كل يوم جديده وفي فعاليات كل يوم جديده، فقول لنا بقى ايه الفعاليات هتكون موجوده النهارده مع مهرجان الهجن بكل تاكيد. طبعا تحياتي ليك أرى وتحياتي لكل السادة المشاهدين، بالتأكيد يعني من مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة، فعاليات زي ما انت
هتتكلم كتيرة جدا، واليوم مليان فعاليات، وبحقيقي يعني الواحد بيستمتع حتى بشكل شخصي بالمشاركة في هذه الفعاليات من الصباح بألعاب الموجودة على البيتش، وأيضا كمان اللي خارج طبعا اللي موجودة في وسط المدينة كمان. يمكن أنا بكلمك دلوقتي في مدينة العالمين الجديدة، موجود في يمكن تقريبا في الوسط، هيكون هنا بعد لحظات هيستضيف المهرجان الخاص بسباقات الهجن. ويمكن احنا دايما كنا متعودين ان احنا يمكن متابعه سباقات الهجن دايما ما بتكونش غير يعني بره او قليله شويه في المشاركات، لكن هنا في مدينه العالمين الجديده ومع مهرجان العالمين الجديده وطبعا مع توفر كل شيء يعني يستطيع انه يستضيف كافه الفعاليات وكافه الالعاب الرياضية وكافة كل شيء خاص بالممارسات سواء رياضية أو ثقافية أو فنية أو كل شيء هنا موجود بالتأكيد في المدينة الحديثة مدينة العالمين الجديدة. فبالتالي هيكون في هذه المنطقة استعراض بعد لحظات للهجن اللي هيكون مشارك فيه أكثر من 150 مشارك من محافظات مصر جميعا، وبالتحديد حتى من محافظة مطروح، واحدة من المحافظات المهتمة جدا بهذه السباقات. هيكون في هذا المكان استعراض لأكثر من 150 من الجمال، هشارك فيه أكثر من 70 جمل بالتحديد من هذه المنطقة، يعني هيتحركوا لمسافة حوالي من 3 كيلو تقريبا حتى مكان الفعاليات الرياضية بالقرب من البحر. يمكن هيكون في سباقات بقى بعد هذا الاستعراض يوم الثلاث ويوم الأربع، ومتوقع يكون بشكل حماسي جدا، لأن طبعا هناك منافسين أصبحوا ذو خبرة كبيرة جدا في سباقات الهجن هنا في مصر، فبالتالي مع توفيرها داخل مهرجان العالمين هتكون في أمور حماسية كبيرة. زي ما قلت لك دي واحدة من الفعاليات، كان بالامس عندنا البيتش فولي، وكان عندنا البادل، وكان عندنا الباسكت بول، وكل الالعاب بكل مختلف الهوايات كله موجود بتتوسع بشكل كبير. بيختتم اليوم طبعا بالحفلات. امبارح كان حفله فرقه المصريين، وكانت حفله رائعه جدا للموسيقار الرائع هاني شنودة وفرقته، اللي يعني امتعوا الناس بذكريات كثيره جدا خاصه بالموسيقى والاغاني والموسيقى التصويريه. يمكن كانت حفله ممتعه، وقبلها طبعا كان حفله تامر، ولسه في حفلات كثيره ولسه في انشطه كثيره وفعاليات كثيره. لكن في هذه اللحظات تحديدا احنا بنتكلم عن مهرجان واستعراض سباقات الهجن اللي هيكون موجود بعد لحظات من هذا المكان، انطلاقا لمسافه 3 كيلو بمشاركه اعداد كبيره تصل ل 150 ب70 جمل او 70 من الابل اللي هيكونوا مشاركين. والمنافسات والسباقات هتكون ان شاء الله يوم الثلاث والاربع. ده مش بس كده، ده هيكون بجانبها طبعا منافسات اخرى زي ما قلت لك متعدده، واحنا موجودين عشان ننقل كافه هذه المنافسات داخل مهرجان العالمين من مدينه العالمين الجديده. يعني زميلي العزيز محمد طه، شكرا جدا ليك، وانا استمتع اكيد مع حضرتكم وهنتابع مهرجان الهجن وهنشوف كل التفاصيل عبر شاشات اون تايم سبورتس. وخلينا دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن العالمين بالتفاصيل نروح لاخبارنا المحليه. البدايه من القلعه الحمراء وتحديدا مع النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي لكره القدم اللي هيختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه سيراميكا كليوباترا غدا في 9 مساء في لقاء مؤجل من الجوله 19 من عمر دوري نايل. الفريق هيتدرب النهارده على ملعب مختار التتش في الجزيره، ثم يعلن كولر قائمه بمباراه اللي هيدخل بقى فيها معسكر مغلق باحدى الفنادق في القاهره، ويستعد النادي الاهلي للقاء بكل قوه. وكمان في لعيبه كانوا غايبين عنه في اللقاء المصري زي خالد عبد الفتاح اللي بيستعيد جهوده أمام سيراميكا بعد ما غاب أمام المصري في اللقاء اللي فاز بيه النادي الأهلي بهدف لدون رد. اللاعب كان واخد إيقاف المباراة بعد ما أخذ طرد في لقاء بيراميدز، وعاكف كولر على تصحيح الأخطاء اللي وقع فيها لاعبو النادي الأهلي في مباراة المصري، عايز يحقق انتصار جديد على سيراميكا ويفضل ماشي ضمن خطة التتويج باللقب الثاني على التوالي للنادي الاهلي. لسه مع اخبار النادي الاهلي، ولكن بعيدا عن اللقاء سيراميكا، قرر مسؤول النادي الاهلي تاجيل مناقشه العروض اللي وصلت للنادي مؤخرا بشكل شفهي او رسمي لضم عبد المنعم مدافع النادي الاهلي منتخب مصر خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه لحين الانتهاء من لقاءات حسم الدوري. النادي الاهلي قال ناجل كل شيء
كل العروض سواء اللي جايه رسميه او شفهيه لحد ما الاهلي يضمن البطوله المحليه. وارتبط اسم عبد المنعم بعروض خلال الفتره الاخيره مع انديه خارجيه ابرزها اوروبيه. ياتي في مقدمه العروض من ايطاليا المانيا وفرنسا وتركيا. عرفنا ان في شركه تسويق كبرى جابت اكتر من عرض لعبد المنعم، واللاعب عايز يخوض التجربه الاحترافيه في الخارج. بكل تاكيد من حق اللاعب وايضا من حق النادي الاهلي ان هو يخلي اللاعب يركز فقط في البطوله المحليه دلوقتي. على صعيد الصفقات بقى، النادي الاهلي بيجمد المفاوضات مع نادي سوتشي الروسي بشان الظهير الايسر يحيى عطيه الله، وذلك بسبب الازمه في المطالب الماليه بالنادي الروسي. كانت اداره الاهلي توصلت في مرحله متقدمه ووصلت في مرحله كويسه جدا في المفاوضات مع اللاعب ذات نفسه من سوتشي، ولكن المطالب الماليه اللي بقى طلبها النادي في المرحله الاخيره عطلت الامور في اكتر من مرحله. عشان كده الاهلي قال هجمد المفاوضات وهصرف نظر عن الصفقه لو في مغالاه اكتر من اللازم في الصفقه او في الراتب او الفلوس اللي محتاجها النادي الروسي. من نادي الاهلي نروح للزمالك اللي بيجهز مجلس اداره نادي الزمالك دفعه جديده من مستحقات لاعبي الفريق لصرفها خلال الساعات المقبله. كان مجلس اداره نادي الزمالك صرف في الاسبوع الماضي دفعه من مستحقات اللاعبين متاخره، ويامل مسؤولو الزمالك في الانتهاء من صرف معظم مستحقات اللاعبين قبل نهايه الموسم الجاري. البرتغالي جوزيه جوميز اتكلم مع الاداره وقال ان حسم ملف مستحقات اللاعبين قبل أي شيء، قبل حتى التفكير في إبرام صفقات جديدة في الموسم المقبل. الراجل عايز يعمل في استقرار داخل الفريق، ولكن إدارة النادي يهمها تدفع الفلوس للاعبين وكمان يبرموا صفقات للفترة القادمة. كمان عقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين في مسابقة الدوري. حرص جوميز في حديثه مع اللاعبين التأكيد على الاستمرار والاستعداد بقوة لكل اللقاءات ومواصلة التركيز خلال التدريبات، واتكلم مع اللعيبة على بعض الأمور الفنية والأخطاء اللي حصلت في اللقاء الأخير أمام بيراميدز واللي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف المثله، واتكلم اللي كان يقدر فريقه يفوز ولكن بعض الأخطاء وبعض عدم التركيز ضيع الفوز من نادي الزمالك. طبعا تفاصيل كتير بتكون موجودة في الماتشات الكبيرة، والماتشات الكبيرة بتخلص بتفصيلة ممكن بسيطة جدا، وشفنا لعيب أخطاء والزمالك كان بيلعب بأكتر من لعيب الناشئين محمود الشناوي اللي تألق وصل وجال في اللقاء حارس مرمى نادي الزمالك. يعني الناس كانت خايفة من الفكرة، ولكن اللاعب صراحة أثبت أنه قادر يكون موجود داخل نادي الزمالك ويحرص عرين نادي الزمالك. مجدي مدافع الزمالك أخطأ خطأ لسه في البدايات ولكن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة جدا وأكيد هيكونوا مفيدين لنادي الزمالك. خلينا نروح للخبر مهم جدا، واحنا بنتكلم عن الأندية الجماهيرية في نادي جماهيري كبير هو نادي أسوان. طلب ثلاثي أسوان حسام عرفات ومحمد المرسي ومحمود صلاح مستحقاتهم المادية بعد نهاية تعاقدهم مع الفريق، ورغم تعاقد حسام عرفات مع فريق بور فؤاد، ولكن طلب مستحقاته بدلا من عرض سيارته للبيع بعد عودة متكررة من النادي وعود متكررة كتير جدا من النادي بالسداد منذ نهاية الموسم المنتهي. بينما اتهم بقى محمود صلاح إدارة نادي بتزوير توقيع على تمديد تعاقده. محمد مرسي برضو عايز مستحقاته، بيطالب مستحقاته بعد ما عقده خلص وحاليا موجود فري لسه ما انتقلش نادي. معانا على التليفون اللاعب محمد مرسي، اهلا بيك يا كابتن. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا كابتن. ازي حضرتك، ايه الاخبار يا كابتن؟ الازمه بنسمعها من كل حته بشكل، فنتمنى توضح لنا الصوره كامله، اتفضل يا كابتن. والله اولا انا عايز افصل بس بين نادي اسوان ككيان وجماهير ماشي اللي انا بعتز بيهم جدا، وبين الاشخاص اللي مسؤوله دلوقتي عن اداره النادي. ان هو المشكله اصلا معاهم دلوقتي. احنا في بدايه الموسم خالص احنا اخذنا وعود ان احنا بعد ما نزلنا من الممتاز للدرجه الثانيه ان المفروض بيبقى في بند في اللائحه ان احنا بيتخصم مننا 25% لو نزلنا درجه ثانيه. فاحنا جالنا عروض انا واكتر من لاعب تاني في الفريق، جالنا عروض ان احنا انديه دوري ممتاز بعد ما نزلنا ان احنا هنروح وكده، وحاولنا نتواصل مع النادي وكده، فالنادي اصر ان احنا نكون موجودين.
وعشان خاطر ان احنا يعني يبقوا علينا في التيم، قالوا لنا ان ال 25% اللي هي بتاعت الهبوط دي خلاص احنا هنلغيها، وانتوا العقد بتاعكم ساري زي ما هو وما فيش فيه اي خصم خالص. ماشي. فجينا بعديها اتفاجئنا بعد الموسم ما انتهى خالص ان هم طبقوا ال 25% دي زائد خصومات وزائد حاجات احنا اصلا ما عرفناش عنها حاجه غير بعد الدور ما خلص. وجاء كابتن عبد الناصر عباس نزل حتى بوست على الفيسبوك وقال فيه كل حاجه حصلت، وقال ان احنا فعلا وعدنا الناس دي وخدنا كلمه من الاستاذ ابو الحسن امين الصندوق والمستشار الشافعي اللي هو رئيس النادي. يعني هي المشكله دلوقتي على ال 25% دي ولا على مستحقات اكتر من 25% اتخصمت؟ لا، مستحقات كتير. يعني احنا دلوقتي احنا ما وصلناش من العقد بتاعنا اقل من 50%، ده اللي وصل لنا اقل من 50% من العقد بتاعنا. طب عشان حق الرد برضه موجود لنادي اسوان، وطبعا رئيس مجلس اداره نادي اسوان، فمعانا على التليفون المستشار الشافعي صالح. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا محمد، وشاكرين اهتمام حضرتك وبرنامجك الجميل بنادي اسوان وما يدور في نادي اسوان وفي كل الرياضه المصريه. احنا يهمنا الافضل الرياضه المصريه ويهمنا الامور كلها تتحل. حضرتك سمعت الازمه وسمعت كلام اللاعب اولا بفكره ال 25% الخصم اللي في اللائحه، واخدوا وعود ان هي مش هتتخصم، وقال كمان في الوقت الحالي ما خدوش 50% من مستحقاتهم. اتفضل يا فندم. محمد انا هاخد من كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الحق، واذا كان الحق صفه من صفات الله فبسم الله الرحمن الرحيم. الحق والحق أقول، العقد شريعة المتعاقدين، كلنا نعرف هذا الكلام. وأنا هاخد من كلام محمد مرسي وهبدأ بنهاية كلامه. هو بيقول أن في عقد كان بينه وبين النادي، والعقد ده بيقضي بحاجتين، هو قال واحدة فيهم وما قالش الثانية، قال ال 25% الأولى وما قالش ال 25% الثانية. 25% هم اللاعب محمد مرسي وآخرين بنكن لهم كل احترام وهم أخوة أفاضل، لكن في سبيل الرد أقول وأقرر أن نادي أسوان الرياضي يعرب عن أسفه ورفضه القاطع للحملة المؤسفة والممنهجة التي تعرض لها اسم وسمعة وكيان نادي أسوان بنشر وترويج للعديد من المعلومات المغلوطة والإدعاءات الباطلة والتي حملت الإساءة والتجاوز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، والتي قام بها للأسف بعض اللاعبين الذين انتهت عقودهم وممن كانوا ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسمين الأخيرين. سيادة المستشار اسمح لي أسألك على حاجة مهمة جدا. حضرتك قلت 25% أنت متفق عليها، اللي هو قال اسمح لي بس أقول لك السؤال ده. قلت ال 25% اللي هو قال وعدتهم مش هتتخصم بسبب نزول القسمة الأدنى، ده كلام صحيح. إيه ال 25% التانية؟ يا باشا ال 25% الأولى اللي هي كان نزلوا من الدوري الممتاز لدوري المحترفين. أوكي. التانية هي إيه؟ دي موجودة في الشروط الخاصة في عقد كل واحد منهم. أوكي. نفس العقد حضرتك فيه بند أخير اللي هو حجب 25% أو الدفعة الأخيرة من اللاعبين في حالة تدني وحقت تتكلم في تدني دي كثير، حينما تدنى الامر ووصل بنادي اسوان العريق الذي تاسس من عام 1930 ان بعض هؤلاء اللاعبين يوصلوا به الى حد ان ينافس على الهبوط الى اخر دقيقه. احنا عايزين نوصل للافضل للنادي وللاعبين. طب بعد خصم ال 25% كده في 75%، هل اللاعبين اخذوا ال 75% ولا لسه في فلوس متبقيه؟ يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك انا بس عشان الوقت مش ساعفني، فعايز اوصل للحلول بشكل سريع. في 25 الاولانيه دي معترفين انه في حاله هبوطنا من الدوري الممتاز هنطبقها، ودي طبقناها. واللعيبه اخذت وعود اللي مش هتطبق يا باشا النهارده، امتى الوعود دي تحقق؟ لما انا انافس على الدوري واصعد مره تاني. لكن انا مستشار، ما ده عهد برضه، ده عهد بينكم وبينهم. حضرتك هل هناك امر مكتوب وهل هناك اوراق كتبت في هذا؟ انا راجل صريح وبشتغل بالدوايا والقلم زي ما بيقولوا. ماشي، ليش دعوه باللي وعد ولا انا في عقد بينه وبينه؟ العقد بيقول لحضرتك في 25% تاني في حاله تدني النتائج، النتائج تدنت، فانا نزلت ال 25% التاني. ثانيا، في لائحه عقوبات وهم ماضيين عليها اللي هي اللائحه الماليه للنادي،
في عقوبات على المباريات اللي هم خسروها. فالنهارده مش انا اللي بطبق يا استاذ محمد ولا حضرتك، ده في اداره الحسابات بيروح لها الورق ده وبتجيب عقد الشافعي تشوفه كام والعقوبه الموقعه عليه ايه، 1 2 3 4. اكيد اللجوء للوائح والقوانين الموجوده سياده المستشار. يعني شكرا ليك جدا، وكمان محمد شكرا ليك جدا، نتمنى يكون في حلول بين اللاعبين والنادي. احنا متابعين معاكم هنا من الاخبار اون تايم اون تايم سبورتس على مدار الايام القادمه لحد ما يكون في حل بين اللعيبه والنادي. يهمنا يكون في حل عشان ما يكونش في ازمه بين اللعيبه وبين النادي واللجوء لبعض المحاكم القضائيه. الامور ان شاء الله تكون بسيطه في حلول في خلال الايام القادمه. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. خلال الايام القادمه وكمان النهارده هيكون في مهرجان الهجم موجود في العالمين الجديد، هنتابع ونشوف حاجه مميزه جدا جدا ان شاء الله خلال الايام القادمه، سواء اليوم او في السباقات في الايام في الاسبوع الحالي. هنتابعها مع بعض من خلال اون تايم سبورتس، واكيد هنستمتع بيها مع بعض. وقتنا خلص معاكم، شكرا جدا لحضراتكم، سلام.